كنت تحب الهتاف للمستضعف فقد حان وقت المشاهدة، حيث نقوم بالعد التنازلي لمشاهدة لحظات مذهلة عندما فشلت الحيوانات المفترسة في الحصول على الفريسة. هذه الدجاجة شجاعة بشكل لا يصدق. عندما هاجمها نسر وحاول انتزاع صغارها، واجهته بشجاعة بالغة لحماية صغارها من تلك الهجمات الشرسة. إنهم لا يخشون الاشتباك مع المزيد من الحيوانات المفترسة القوية. يمكنك أن ترى كيف تطارد هذه الدجاجة النسر وتجبره على التقهقر من أمامها. هذا النسر يهبط بجوار دجاجة وفراخها، ولا يستغرق الأمر سوى ثواني معدودة لتكون الدجاجة في قمة غضبها. وتقفز في وجه النسر بشجاعة منقطعة النظير لدرء الخطر عن صغارها. هذا هو النسر الخطاف، إنه من أكثر النسور القوية على هذا الكوكب إن لم يكن الأقوى، لذلك فهي ليست نزهة في حديقة الدجاج، لكنها شجاعة الأم التي ليس لها مثيل. فبالرغم من قوة تلك النسور، فقد تقع فريسة للدجاجة الأم كما هو موضح في صورتنا المصغرة. فعلى ما يبدو أن هذا النسر قد هاجم الفريسة الخطأ. يتطلب الأمر أكثر من مجرد الشجاعة لملاحقة حيوانات أكبر منك. تحتاج الحيوانات المفترسة الصغيرة إلى تطوير بعض تقنيات الصيد المجنونة أو امتلاك سلاح قوي للقضاء على الحيوانات التي تفوقها في الحجم. ومع ذلك فإن هؤلاء المقاتلين الصغار لم يتراجعوا أبداً عن التحدي، مصممين على الحصول على وجباتهم الحيوانية الكبيرة بطريقة أو بأخرى. تهاجم الحيوانات الصغيرة الأخرى الحيوانات الأكبر حجماً إذا كانت تهدد صغارها أو إذا كانت الحيوانات الكبيرة تتنمر فقط. تأكل العديد من الحيوانات المفترسة فريسة أكبر منها، ولكن ربما يكون الأمر الأكثر استثنائية ابن عرس ونظامهم الغذائي. هذا النظام الغذائي يتكون من صغار القوارض والأسماك، وأحياناً تكون الأرانب وجبتهم المفضلة. الآن، ما هو المثير للإعجاب في تناول أرنب؟ يبلغ وزن ابن عرس حوالي 260 جراماً فقط، لكنهم يصطادون حيوانات ضخمة مثل الأرانب التي تزن أكثر من 3 كيلوغرامات، أي ما يصل إلى 10 أضعاف حجمهم. فغالباً ما يذهبون للهجوم عن طريق العض في مؤخرة العنق، ويتمتعون بسمعة طيبة مثل الحيوانات المفترسة الفعالة المخيفة. النسور الذهبية. لا شك أن النسر واحد من أكثر الحيوانات المفترسة فعالية على كوكب الأرض. رأيناهم يصطادون السمك دون عناء خارج المياه أو ثعباناً من فوق الأرض. النسر الذهبي، إنه واحد من أكبر وأسرع وأذكى الطيور الجارحة في أمريكا الشمالية. ريش ذهبي لامع ووميض على مؤخرة رأسه ورقبته، منقار قوي ومخلب يعرضان له براعة الصيد مع نظام غذائي واسع النطاق. سوف يأكلون تقريباً أي شيء يمكن أن يقتلوه، بما في ذلك الطيور الأخرى والثدييات الصغيرة والزواحف، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، فقد شوهدت النسور الذهبية تهاجم الماعز والغزلان أيضاً. لا ينبغي الاستهانة بالقوة القتالية للطيور. الطيور الكبيرة لها أفواه قوية، وسرعة نقرها وقوتها لا يستهان بها على الإطلاق. تلك الطيور قادرة على مواجهة المخاطر والهجوم بشراسة عند تعرضها للخطر. تقف بكل شجاعة في وجه تلك الحيوانات الضخمة. وبالرغم من ضآلة حجمها، إلا أن الطيور لا تعرف الخوف. مقولة ريفية قديمة لمنع الثعابين: قم بتربية الطيور أولاً. يمكن للطيور الكبيرة مهاجمة الثعابين السامة. الإوزة الكبيرة، إنها طائر يقظ للغاية، كما أن لديها أجهزة سمعية وشمية حساسة للغاية. عندما يكون الخطر قريباً من أراضيهم، يمكن للإوزة الكبيرة مواجهة تلك الأخطار بشجاعة منقطعة النظير. ستدوس طيور السكرتير حول الأعشاب الطويلة لإخراج الثعابين من العشب، ثم يركزون عليها ويطاردونها بسرعة فائقة.
يعتقد أنهم يطيرون أحياناً في الهواء مع ثعبان في قبضتهم، ثم يسقطونه حتى الموت قبل أن يتغذوا عليه. تحب الثعابين أكل الطيور وخاصة الكتاكيت الصغيرة لأنها وجبة غذاء سهلة المنال، لكن في بعض الأحيان يمكن لبعض الطيور أن تصطاد الثعابين وتجعلها وجبة شهية لها في بعض الأحيان. إذا كنت ترغب في رؤية ما يحدث عندما تلتقي الثعابين والطيور فاستمر في المشاهدة، حيث نقوم بالعد التنازلي لأفضل لحظات الأفاعي والطيور. ثعبان مقابل نقار الخشب، لسان الأفعى الجراثية الغربية تتذوق الهواء بحذر. تقوم بنقر الجزيئات المحمولة في الهواء على سقف فمها لتحليلها ومعرفة نوع الطعام المحتمل. مثل هذه الأيقونة الأخرى في الغرب القديم هو نفسه جائع. عداء الطريق، إنه طائر قديم صعب، عليك أن تكون حذراً عند الاقتراب منه. تلك الأفعى سامة للغاية، لكنها تفتقد شيئاً ما في هذه المواجهة التي تلوح في الأفق. عداء الطريق لديه ساقان قويتان وهو يعرف كيف يستخدمهما، كما أن الأمريكيين الأصليين يوقرون العداء لسرعته وقوته وخاصة شجاعته. يدور الطائر بشكل حلزوني على هدفه، لكن الثعبان لن يسقط بدون قتال. الخطة هي الإمساك بالثعبان خلف رأسها وضرب الجمجمة. في هذه المواجهة بين الشجاعة والسم يكون الأمر بمثابة تعادل. هذه الطيور ذكية وتعرف كيف تتعامل مع الثعبان. الطاووس ضد الأفعى، لقد واجه هذا الطاووس للتو كوبرا ويحاول التقاطها من على الأرض. الطاووس ليس وحده، إنه برفقة عدد قليل من الأصدقاء، فقط للتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة. الثعبان لا يتحرك والطاووس يتساءل لماذا؟ ربما هذا الثعبان قد مات بالفعل. إذا كان الأمر كذلك فإن الطيور محظوظة وستحصل على وجبة واحدة. هذا الطاووس مفتون بهذا الثعبان. لا يبدو الثعبان منشغلا بالطائر الكبير ويستمر في الانزلاق بعيدا دون الالتفاف إليها. يسمح الطاووس للثعبان بالمرور دون قلق. بالإضافة إلى ذلك، في الوقت نفسه تحتوي معدة الطيور على أغشية مخاطية سميكة والتي يمكن أن تمنع انتشار السموم من الثعابين السامة. لذلك فإن الأفاعي لن تسبب أي ضرر سام للإوزة الكبيرة وخاصة أقدام الدماغ التي لها بشرة سميكة. إنها قادرة على تجنب التعرض للعض من قبل ثعبان سام. بدمج هذه الظروف، إذا قاتلت إوزة كبيرة ثعبانا ساما فقد لا يتمكن الثعبان السام من السيطرة، سيصبح فقط شريطا حارا وتأكله الإوزة. لذلك عندما تواجه تلك الأفاعي السامة الطيور الكبيرة فقد تتعرض لأخطار فادحة، وبعض الطيور تقف بشجاعة لمواجهة Briefly, he finds a foothold. Then panic sets.
Thank you.